يا صباحيه عطيره نزفوها لكل الناس اللي راهي حاضره معنا صبيحه اليوم واللي راهي تشاهد فينا على قناه الشروق نيوز. نذكركم باللي راكم تشاهدوا برنامج الشروق مورنينغ. تقدروا تواصلوا معنا، تقدروا تتصلوا بنا، تقدروا تشاركونا المواضيع المختاره صبيحه كل يوم في مختلف المواضيع لما نفتح لكم المجال. ايضا موجود رقم الهاتف وايضا الايميل يستقبلوا من خلاله كل انشغالات المواطنين الجزائريين. دون اطاله كما اعلنا في بدايه الحلقه صبيحه اليوم راح نعالجوا موضوع اخر في المواضيع المختاره لنهار اليوم، وهو المجتمع والصحة، خرجات صحية توعوية لتحسيس من مخاطر المخدرات في مناطق الظل في الجزائر ككل. باش نعالجوا هذا الموضوع أكيد تحضر معنا صبيحة اليوم كل من نسيبة إسلام بخدة طبيبة عامة. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم، شكرا لكم. شكرا لقبول الدعوة. وأيضا تحضر معنا السيدة باحة حمامة نسرين أخصائية نفسانية. شكرا على الدعوة. أكيد فخور وفرحان جدا أن يستقبلكم في هذا البلاطو باش نحكوا على موضوع مهم جدا، موضوع ثقيل بحجم تعاطي وتناول المخدرات للأسف الشديد اللي تنخر بشبابنا وبالتالي تنخر بهذا المجتمع. بداية نحكونا على الأسبوع التوعوي لكم تقدموا به وتقوموا به فيما يخص هذا الموضوع. يلا تفضلي. بداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نشكر لكم هذه الاستضافة في قناة الشروق نيوز، وتحية للشعب الجزائري كافة. الأسبوع الوقاية الوطني هذا في طبعته الثانية تنظمه الوزارة الصحة كل عام، وكان هذه السنة تحت عنوان نحو نمط حياة صحي للجميع. حاولنا التحسيس والتوعية في المواضيع اللي حطتها الوزارة اللي هي إدمان بصفة عامة، وخاصة إدمان المخدرات والتدخين والشاشات، بالنسبة للرياضة والنشاط البدني، التغذية الصحية السليمة، التطعيم والتلقيحات، الرضاعة الطبيعية، الاستخدام والاستعمال الجيد للأدوية، وطبعا عوامل الخطر المسببة للأمراض وكيفية الوقاية منها. كان ذلك عن طريق عدة مناشط وفعاليات، كان عبارة عن حضور مختصين أيضا في عديد المجالات. حضور أطباء مختصين وكل من يعمل في قطاع الصحة، وكان بمشاركة المجتمع، المجتمع المدني. يعني كان مؤسسات كثيرة شاركت في هذا الأمر، خصوصا دور الثقافة، ومثلا بالنسبة لنا في OPS بدرارية شارك معنا الثانوية الوطنية للرياضة بدرارية. يعني كان عدة مؤسسات شاركت في هذه التوعية والتحسيس، وكان كاين توعية وتحسيس في الساحات العمومية. جميل. يلا بالحديث على الساحات العمومية، حكيتي قبلها على مشاركة المؤسسات أو مؤسسات الدولة في هذا الفعاليات. نرجع إلى الساحات العمومية، الشعب الجزائري، الشباب الجزائري عفوا، ما مدى تقبل بداية الشباب لهذه الحملات لما تلتحقوا بها وتروحوا تواصلوا معهم، وما مدى أيضا تفاعل الناس معكم في الساحات العمومية بكل صراحة فيما يخص موضوع تناول المخدرات تحديدا؟ نعم، شوف كما قالت زميلة، هذا الأسبوع كان شامل، يعني وكان بزاف جوانب، بزاف نقاط، معناتها ما ركزناش فقط على المخدرات، لكن نلقاو شباب جو، كاين إقبال كبير على الشباب، كان لاباز في رياض الفتح، وايضا في المؤسسات الصحيه للمؤسسه العموميه بدرارية، ليس فقط درارية لكن جميع ربوع الوطن. كان اقبال من اليوم الاول، من بدايه من 15 افريل حتى اليوم 21 افريل، كان اسبوع حافل، كان اسبوع نشط، تخللوا الكثير من المحاضرات والنشاطات. كان اقبال ليس فقط من الشباب لكن من الطبقه الاولى، يعني من الاطفال، وبدينا نطلعوا، احنا حبينا نمسوا جميع الجوانب. جميل. وشنو هي ابرز الاسئله اللي ربما تلقيتوها من طرف الشباب فيما يخص موضوع تناول المخدرات او التعاطي او الادمان ايضا على المخدرات؟ التساؤلات باش نكونوا بسيطين، يعني باش نوصلوا الاسئله تاعكم للناس وتفهمنا، يعني ببساطه يعني وحتى بالدرجه باش الناس تفهمنا. نعم شكرا. شوف التساؤلات كانت الاكثريه، كيف نتجنب هذا الشيء اللي راهو متفشي في المجتمع،
وهو هو حاله غريبه. يعني ما نقدروش التخوف من طرف الشباب. نعم من طرف الشباب، من طرف الاولياء ايضا على اولادهم، كيفاش يكون الدور تاع الاسره، كيفاش انا كاخ ولا كاب ولا كزوج كيفاش نحمي الاسره تاعي من هذا الموضوع، وشنو هم النقاط اللي نقدر نشوفهم في الـ في الـ في وليدي ولا في خويا ولا يعني باش نعرف علامات اللي نعرف باللي لازم ندق ناقص الخطر، باللي لازم ندي نكشف ولا ندي انا يا كاب ولا كام ندي هذا المراهق ولا هذا الطفل ولا هذا الشاب انه نديه يكشف قبل فوات الاوان. على بالنا باللي المرافقه النفسيه مهمه جدا، ولكن ايضا الجانب الصحي والتشخيص الصحي مهم اكثر. نعم. طيب نروح الى الشباب اليوم المتعاطين او المدمنين، خليني نقول على المخدرات، واللي ربما خليني نقول يروح الابعد، نروح معاك ابعد، نروح الناس اللي يعني وصلوا خلاص وراهم يتعاطوا. في البدايه تلقاه يروح على التشخيص لمرض معين ويكتشفوا بلي راهو مدمن مخدرات، تصرى او تحصل هذه في غالب الاحيان، اليس كذلك؟ طبعا هو وان كان دركي الشباب يعني راهو يجي مباشره ويقول لك انا مدمن، وكاين حالات للاسف تجينا وهي صاي بدات تبان الاعراض الصحيه عليهم، الاعراض العصبيه، بدا يحدث لهم مشاكل صحيه، رعاش ودهان وغير ذلك، ومشاكل نفسيه، اضطرابات يعني صحيه ونفسيه، ويجي هو يلتمس فيك انك تعطيه علاج وكيفاه نتخلص من هذا الهم. نعطيك مثلا انا طيب قصه. يلا قبل يلا نسمع قصتكم بعد نروح. جميل انه نحب نسمع القصص اللي تكون من المجتمع، يعني من المجتمع. هي هو جالي مدمن وكان فاق الادمان، يعني كان في الازمه وظهرت عليه الاعراض الصحيه خصوصا العصبيه. فجاني هو كي جاني على اساس يلتمس الدواء، ومشكله الشباب ما يحبش لانه رحله العلاج من الادمان رحله طويله نوعا ما، وما يحبوا تعطيلي دواء نحبس ثمثم. فيشتكي لي يقول لي الطبيب انا وكان جيت دراهمي مستغلها وكان راني مقطع قدامك. انا ندخل يوميا 300 400 داير طابله تاع ملابس، ندخل 300 400 نشري بها حبه كذا وحبه كذا، وعدد لي اسماء الادويه وكل واحد اعطاني البري تاعها. اعطي لي حل، ما تقولي ما تبعتينيش البليده ولا الشراق، اعطيني حل. خصني حاجه نتخلص منها من هذا السم، ما قدرتش. يعني لما تشوف هذا المشهد صح، وكاين بزاف شباب راهم يعني تشوف الشباب يبحثوا على طوق نجاه. طوق نجاه، وكاين شباب حتى في بدايه الادمان ما يجيش يخبرك، بصح يقول لك مثلا انا بديت، وكانه راهو يقرا في المضاعفات وجاي شغل يطمئن انه مازال ما دارت له والو. يقول لك بصح الطبيبه انا ناكل خطره برك، يعني نهار اللي نتقلق ولا. فالشباب يعني دركي بلا ما نكتشفوها في شيء اخر. طيب يعني نحب نعرف الاعراض من البدايه ولا من ابسط عارض الى الاعراض الكبرى، من ابسط عرض عفوا الى اخطر اعراض ربما يبان على الشباب، باش نوعوا الشباب ايضا الاهالي راهم يشاهدوا فينا صبيحه اليوم يتوعوا ويكون على بالهم، ولا علامات تبرز ولا تبان على اطفالهم بكل صراحه، يعني كطبيبه يعني عامه. يعني الاعراض هي لانه مراحل الادمان متعدده، يعني الضربه الاولى يكون عنده رغبه، بعدها يجرب، وبعدها يكون كاين تعاطي غير منتظم وهكذا حتى يوصل. اعطينا الاعراض الجسديه بعد نروح الى الاعراض النفسيه. هي عادة تبدأ الأعراض النفسية قبل أو أعراض سلوكية. يلا معليش نروح لك سيدتي، أعطيني الأعراض النفسية اللي تبان قبل ما نوصلوا إلى الإصابة بمختلف الأعراض الجسدية. المرحلة الأخيرة هي الأزمة. قبل ما نوصل الأزمة. نعم، المراحل الأولى هي مرحلة الرغبة، الرغبة في التجريب اللي تكون بالأكثرية بسبب رفقاء السوء. من بعد الرغبة يبدأ في التعاطي. اسمحي لي في الرغبه، هل تحسي هل نقدروا نكتشفوا بلي هذا الطفل هذا الولد راهو حاب يجرب حاجه، راهو حاب يتناول او يتعاطى حاجه، هل نقدروا نحسوا؟ نعم. كيفاش تكون العلامات ربما؟ فوالا التصرفات السلوكات تاعو تبين سلوكات جديده. علاش نقولوا الاولياء دائما راقبوا السلوكات تاع اولادكم، اي طارئ جديد في السلوكات يمد فرق، يمد سين، يمد فارق. مثلا رفقاء جدد
مثلا تشوفي وليدك بلي كان يمشي مع اطفال ومن بعد ولا يمشي مع اطفال واحد اخرين وانت تشوفي في هذوك الاطفال ماشي او هذوك الجماعه رفقاء يكونوا رفقاء ما نقولوش رفقاء سوء بصح انت بالنسبه لك ما قلبك ما هوش مهني من جهته باش نهضروا بالعاميه هذا باش حبيت نوصل باش نوصلوا للمجتمع الجزائري انت وليدك تشوفي بلي هذاك الطفل ما كيش مهنيه من جهته تعرفي الصيت تاعو وتعرفي بلي هذيك الجماعه ما توالمش الطفل تاعك معناتها راح تشوفي السلوكات راح يبانوا هاك معايا من بعد يروحوا نروحوا للتعاطي ليس قبل يكون كاين تمرد عنف عذرا قاطعتها يكون انسحاب على ما يجلس مع العائله ويتحاور معاها يولي يحب العزله هذه كلها اعراض تدل انه طفلك راهو بدا حاجه جديده سرعه الاستثاره ولا السرقه معناتها لانه لازم يحتاج مورد فهذه التصرفات تدل على انه راهو بادي كاين طريق جديده راهو يمشي فيها من بعد نشوفوا التدهور الصحي قبل ما نوصل الى التدهور الصحي نرجع اليك سيدتي نقطه مهمه جدا وهو العنف اللفظي او الجسدي اللي نلاحظوه ربما على اطفالنا يبدا الطفل تشوفيه يولي عنيف يشتم ربما يتلفظ بالفاظ ماشي موالف يتلفظها في حتى ربما العنف يكون او الاعتداء يبدا على الطرف الاخوه ومن بعد ينتقل ربما ينتقل الى الاهل معناتها النقطه الثانيه اللي نزيدوها هنا سرعه الاستثاره يولي قلقي فوالا مقلق توتر عصبيه اندفاعيه تهدري معاه ما يسمعش الام تهدر ولا ما تهدرش كيف بالنسبه ليه معناتها ما كاش رقابه ينفلت من هذيك الاسره يعني يولي كما قلنا دائما نركزوا على رفقاء السوء هذه الاشياء اللي تهدر عليهم راك تقول عنف لفظي كلام بذيء منين راح يتعلمهم حتعلمهم من الشارع علاش قلنا لازم نراقبوا سلوكات الاطفال تاعنا نقطه بنقطه شت شيء جديد على سلوكات الطفل تاعي نعرف وعلاش هذا الشيء كاين هذا الطفل كائن موجود في اسره معناتها عنده مشاعر عنده احتياجات نفسيه وعاطفيه ليس فقط ماديه ليس فقط الاكل والشرب والنوم ولكن بعض الاولياء مدايرين كل شيء لاولادهم موفر لهم كل شيء ويرقوا ويعسوا ويوفروا لهم ويتعاملوا معهم ولكن الانفلات للاسف باش نكون واضح للاسف الاسباب اللي ربما تؤدي الى هذا الادمان من طرف طفل رغم كل شيء موفر له قبل ما نروح لهذه النقطه فقط خليني نروح في الاعراض باش ننتقل حاجه بحاجه معلش الاعراض الصحيه وش هي الاعراض اللي تبان الاعراض الصحيه بدايه شوفوا عنده بدايه الوزن تاعو ينقص عنده فقدان شهيه وكاين امور عصبيه لانه العنف ايضا تفسيره عصبي مدمنين سمان لا كاين مدمنين سمان اي بصح بعد هذيك لما يدمن هذا في الاول اعراض اوليه البدايه يعني احنا نحوسوا على علامات تدل على انه بدا الادمان فيفقد الوزن تاعه ويفقد الشهيه تاعه والعنف هذاك حتى يعود لانه لي دروغ المخدرات هذه تعمل على النواقل العصبيه يعني هي تشبه الوسائط العصبيه اللي موجوده عندنا في الجسم فيكون كاين قسوه زياده وعنف لانه كاين مثلا كما ارتفاع الدوبامين يكون طالع كاين يعني حوايج تكون طالعه هي اللي تخليه يولي عنيف لهذيك الدرجه وكاين اعراض اخرى ما اعراض ما يمكن تبان وهي راهي شافت حاله هذه الحاله انه جانا طفل عنده 11 سنه اول ما شافت اول ما شغل كان علامه امه اكتشفت انه ولا يدخل من برا يفوت اكرمكم الله يتقيأ من الاعراض فهذاك التقيؤ ما كانش يحمل لي دروغ مع سنه صغير فيتقيأ وكل ما ياكل حبه بدون ارتفاع درجه حراره بدون اعراض اخرى مرافقه يعني هذا ايضا من المفروض علامه من علامات الخطر تخلي الام تروح للطبيب يلا هذه العلامه المتوسطه ولا العلامه الصغرى؟ لا هذه بدايه هذه بدايه مازلنا نهضروا في البدايه يلا راح نواصلوا في العلامات ونستقبلوا ربما مكالمه هاتفيه الناس حابه تشارك في هذا الموضوع ونقولوا الو صباح الانوار الو السلام عليكم وعليكم السلام وطيب الكلام مرحبا بك وشكرا اخي شكون معنا ومن اي منطقه فقط الاستاذه منى من زيرالدا يلا مرحبا بك عفوا طوالي يلا مرحبا بك تفضلي معنا الاخ انا حبيت نشارك في هذا الموضوع عجبني الموضوع يعني موضوع حساس جدا اكيد تفضلي رانا في الاستماع لان انا نشوف اليوم في الوقت الحالي فئه كبيره من الشباب راح تضيع منا صح راح تضيع يعني خاصه المراهقين في طور المتوسط
في الطور المتواضع نشوفوا تلاميذ اهملوا الدراسه، تلاميذ اصبحوا عندهم لا مبالاه، كانوا في مستوى جيد، كانوا عندهم مستوى عالي في الدراسه، نشوفوا الانخفاض يعني كله بسبب هذا السم القاتل اللي ينتشر في المجتمع للاسف. للاسف انا والله انا نتكلم معكم عن تجربه في مجال التعليم، عن التلاميذ اللي لاحظت فيهم انهم تغيروا سلوكيا، تغيرت كثيرا سلوكاتهم. طيب انتم كاساتذه يعني هل تتلاقوا مع الاولياء، تتواصلوا معهم، تحاولوا انه دائما تخبروهم ربما على اولادهم وش راهو صار فيهم؟ والله تواصلنا معهم، هناك اولياء يكونوا على علم وهناك اولياء للاسف ما يكونوش على علم. لما تقول له الابن تاعك راهو يمشي في طريق ماشي مليح، انا نلاحظوا لان الاستاذ يعيش اوقات كبيره مع التلميذ في القسم. وانا شفت انا تلميذ مثلا كان عندي تجوز عندي فرض، ما قدرش يجوز لانه كان في حاله، شفنا في حاله غريبه، قال لنا عندي صداع، عندي حبيت عندي تقيؤ، حبيت نخرج، تعرفنا من بعد والله ما قدم نفس الامتحان هذا في الفرض. للاسف الشديد. للاسف. خطير جدا. قالوا لنا الوالدين تاعنا حتى احنا نواجهوا مشكل في هذا، نواجهوا مشكل مع هذا النادوش، غادي نقولوا حتى هو هما دفعونا باش نحكموا نهضروا معاه. انا حاولنا معاه والله هذا التلميذ يعني كان الحمد لله انا التجربه تاع التلميذ واحد. التلميذ يعني كان معدل 12 الفصل الاول هبط له حتى المعدل 9. اوه يعني خطير. تحسن دراسي. خطير. والله العظيم تأسست عليه في تجيني الدمعه كي نشوفه، نقول له نجبدوا عندي، نقول له تعال راهي بوني روح واش نخصك وشنو المشاكل يعني، يقول لي والو يعني هو ربما موش او يتذكر موش حاب او شمال ممكن عنده خادم موش حاب يقول بلي انه راهو صاحب عطاء ممكن للاسف وحاب يقلع وبلا ما يقول واحد والله لا ندري. للاسف الشديد فتحتي نقطه او زاويه مهمه جدا، واليوم احنا كاسره اعلاميه لكن صار نقضوها. انا راني انا مستعدين احنا مع الاخصائيه المرشده تاع التوجيه اللي تجي عندنا في المؤسسه مع الاساتذه تاعو يعني ما شاء الله كلنا نحتكوا به كل يوم. هذا هو الدور تاعنا اكيد كاعلاميين وانتم كاساتذه واطباء ومختصين نفسانيين في مرافقه هذا الشباب، واكيد ان شاء الله نوصلوا الى بر الامان ونوصلوا الى الهدف المسطر. شكرا. الله ما هو حتى هو عطانا وعد يعني قال لنا نحاول الفصل ننجح، نحاول نجيب الشهاده تاعي وان شاء الله. شكرا لك على هذا الشهاده، شكرا على هذا المداخله. شكرا على اثاره هذا الموضوع، بارك الله فيكم. شكرا لك سيدتي. إذا العودة إلى الموضوع، نوصل إلى الأعراض خليني نقول المتوسطة للمدمن. أعراض من بعد هو حسب تجاوب كل جسم، بعدها راح يكون عندنا مشاكل عصبية، يكون عندنا ممكن حالات تكون الوفاة مباشرة، الموت خصوصا بالك كما كنت سمعتوا هذاك الكوكتيل اللي كان مباشرة، كان اللي مباشرة يموت من تناوله بسبب الجلطات الدماغية أو السكتات القلبية. يكون جرعات زائدة أيضا. بالنسبة للجرعات الزائدة، وبالنسبة كاين الناس هذاك وين جربوا هذاك الكوكتيل ما ساعدهمش، الجسم ما يتحملش وما يتحملش. يكون كاين آلام في الرأس، يكون كاين هلوسات وذهان وغير ذلك، يكون كاين تليف تاع الكبد، مشاكل في الكلى وتبان بطريقة سريعة يعني. يعني معظم أجهزة الجسم تتضرر، خاصة الدماغ عندنا والقلب والكبد يعني يتأثروا بشكل كبير، والمعدة طبعا لأنهم. طيب وبالنسبة اللي عندهم مراحل متقدمة وأعراض متقدمة خلاص بانت عليهم، ولكن بعض الأولياء هداهم الله يقول لك لا ما به والو مريض، وما يرجحهاش أبدا إلى تعاطي المخدرات أو إدمان المخدرات، كان الناس ما تحبش تأمن يعني بكل صراحة. صحيح. وشنو هي الأعراض اللي تبان بطريقة كبيرة على الشاب؟ هي ما عادة هم الأولياء ما يفيقوش إلا إذا شافوا عنده رعاش، مثلا بدا يمرض بأمراض تاع كبار، هو صغير كيف عنده تليف كبد، كيف راه مرض بالقلب تاعو، كيف يأثر على عظم الإدمان، يأثر فلما يشوفوا هذاك الأعراض بالمفروض هو الطبيب هنا يعرف دوره يعني يحاول يوعي الوالدين، وعادة الشباب ما يجوش مع والديهم يعني. يلا نرجعوا إلى الجانب النفسي اللي هو جانب مهم جدا في هذا الموضوع. اليوم الشباب ولا كيفاش تربحوا ولا تقدروا تربحوا ثقة الشاب المدمن باش يوصل عندكم باش يتعالج ويقلع على الإدمان؟ شوف كيما من بين الاشياء اللي الاخر الحملات، هذه الحملات راح يوعيوا الناس اكثر، وهذه الحاجه اللي نشكر الدوله راه ديرها كل عام الحمد لله. الشيء الثاني كما قالت الطبيبه سابقا، هذه الحاجه نشوفوها الشباب بنفسه
يجي للمؤسسة الصحية هو يطلب المساعدة، خاصة إذا وصل إلى مراحل متقدمة من الإدمان. السبل كامل شاف وكتاش يفيق الشاب اللي راه محتاج إلى مساعدة، لأنه في البداية ما يحسش، يشعر بالنشوة بالنشوة فوالا. كي يوصل ما نقولوش الأزمة قبل الأزمة، كي يشوف باللي خاصة كي يولي ما يقدرش يوصل ليها، يولي تجيه صعيبة باش يوصل ليها، يولي يدي طرق واحدة أخرى كما قال الطبيبة سابقا، السرقة معناتها سلوكات جديدة راح تدخل لهذا الفرد. الأكثرية نشوفوهم باللي يلجؤوا إلى طرق غير سوية باش يوصلوا لهذه المخدرات. طيب في حالة، اسمحي لي فقط نقاطعك، ولكن في حالة الشخص يكون مدمن في الفترة اللي ما يكونش فيها متناول المخدرات، هل الشخص يكون طبيعي في هذه المرحلة ولا في هذه الفترة، أو يبقى دائما مغيب؟ لا، ما يبقاش دائما مغيب، يكون طبيعي في بعض الأحيان، في فترات يكون طبيعي. التأثير يكون بعد التناول، اثناء التناول وبعد التناول، كي يكون مازال المفعول تاع هذيك الماده راهو مازال في الجسم تاعه حسب درجه الماده. نعم، والكميه ونوع الماده ايضا. لانه انا نشوفه عفوا، انا نشوفه في الان راهم انواع جديده دخلت للعائلات الجزائريه وبكميات كبيره، اللي قلنا سابقا ماشي منشيه من المجتمع الجزائري. صح، جميلة جدا هذا الموضوع أن نفتحوه في كل مرة ونسلطوا الضوء عليها. أكيد باش نختموا هذا الموضوع وهذا اللقاء الجميل، نقول مؤسف خليني لأنه موضوع يأسفنا جميعا، لكن جميل أنه نعالجوه ونسمع منكم شهاداتكم ونسمع ولا نسمع صوتكم للناس اللي تشاهد فينا صبيحة اليوم. ولكن من حي ولا من واقع المجتمع الجزائري، حكونا شوية تجارب، هل جاوكم ناس حبوا يمتنعوا ولا يقلعوا عن الادمان؟ خليني نقول ما نقولش طاعتي، لانه طاعتي يكون فات المرحله طاعتي واللي في الادمان خلاص. وكيفاش تعاملتوا معاهم؟ يلا كل واحد عنده حكايه. اكيد هي عندي حكايات عديده، راح نحكي حكايتين باش نتعلموا منهم الاثنين. في واحده انه واحد جاني هو بالاعراض بالرعاش وحب يحبسه، وكاين حالات وين يجيك المدمن يحوس تكتبي له الدواء بالكارت شفاء باش افضل من انه يجيبها بالدراهم. فهنا الانسان يغتنم الفرصه في انه يوعيه. القصه الثانيه اللي نحكيها، كنت في مناوبه ليليه، جاني واحد متغاشي اول مره يدروكي، ما كانوش على بالهم. لما تغاشى، شوف لما تغاشى عنده 17 سنه، لما تغاشى قال لي يمه هربدي لي السجاده راني راح نصلي. راك تشوف في معنى. فكي جا السيد مدروكي، قلت جبت يماه وباباه، قلت لهم مال في دروكي، دي اول مره يعني راهو مدروك. قلت لي لا مستحيل، قلت لي هو وحيدي وانا مصاحباته، قلت لي مستحيل ولدي. باباه قال لي كتشوفي فيه باللحيه وانا ولدي ما يدروكيش. وبعدها ذكرت لي ام القصه، قلت لي كي تغاشى قال لي يما رفدي لي السجاده. من بعد قلت لها شوفي درك يوصل واحد المرحله تقدري تحكي معاه، خليه، درنا له الاكسجين وغير ذلك. فشدته يديه، وما شاء الله علاقتهم مصاحبين، شدت يديه وقعدت تهضر معاه. وسيد صح مالف يحكي لها كلش، حكى لها كاع واش صرا في النهار. في الاخير راح عند ولد خالته، ماشي انسان بعيد، قلت له ماشي قلت لك ولد خالتك هذاك ما تروحلوش؟ وهي قالت لي على باله باللي شربوا كاس اتاي كان دار له فيه الهضره للأسف. يعني بدون وعي، بدون وعي هو. فكاين حالات هكذا يبدو الإدمان بطرق غير مباشرة. صح، أكيد غير مباشرة. هل عندك قصة تعطيها لنا هكذا باش تاخذوا منها العبرة؟ شوف يعني، والله الأخصائي النفساني عنده قصص ماشي قصة، والحمد لله كاين وعي أنه الشباب راهم يجوا الأولياء. علاش نقطة مقبلة قلتها، باللي قلت لي باللي كاين بزاف يوفروا لهم كلش بصح يروحوا لهذيك الطريق. شتي هذاك التوفير تاع توفر لوليدك كلش ثاني ماشي مليح. ماشي مليح انك توفر له كلش، كل حاجة تحطها له قدامه. لازم كاين حاجة انه تخليه يخدم، تخليه انه يقرا، انه كاين حتى الفكر تاعه يركز في اهداف، يعني تكون عنده اهداف. انت توفر له كلش يروح لحاجة واحدة اخرى.
سورتو من الجانب المالي، انك توفر له اي معليش وليدي واش تحقيت نشري لك اي واش حق. ما ولاوش الاطفال تاعنا والشباب تاعنا ما عندهمش اهداف، تلمو وفرنا لهم كل حاجه، صح ولا لا؟ صح. لا فوالا، هذه النقطه مهمه للاولياء، لازم يديروها في ياخذوها بعين الاعتبار. خلي وليدك يتعب على هذيك الحاجه، خلي وليدك يحس باللذه تاع النجاح، انه نوفر له كلش. صح كما نحب ولادنا يكونوا ما يعيشوش واش عشنا ولا يعيشوا ظروف احسن منا، بصح لازم هذيك السقطه اللي تعاود تنوضك، هذيك العثره اللي تعاود تنوض الطفل هذاك، خليه يتعلم المسؤوليه، يتعلم انه هو عنصر فعال في المجتمع. نتعلموا حاجه من الحكايه تاع الزميله تاعي، نتعلموا شوف انه الانسان ولا الاولياء كي صاحبوا ولادهم، كي يسمعوا لولادهم، كي ياخذوا هذاك الانسان كما قلت لك مقبيله الطفل هذاك ولا المراهق كأنه كائن موجود في الأسرة، ليس مجرد راهو جسم في الأسرة فقط، أنه كاين كيان في هذه الأسرة، كاين جانب نفسي وجانب عاطفي لازم ناخذه بعين الاعتبار. معناتها أنا الطفل هذاك يعني. نعم هذاك الطفل راني نشبع له الجانب العاطفي من حتى ويغلط، ماكش فينا اللي ما يغلطش، حتى ويغلط عاود يولي ليا. شفت القصة أنه غلط صح راح ما سمعش كلمة يماه وراح لوليد خالته هذه، هذا بصح قال لي ما الغلطه تاعو وين واش صرالو. دائما الاصل يعاود يولي الاصل تاعو، لذا نقول صاحبوا ولادكم سمعوا لهم، خلوهم يقولوا الاهداف تاعهم، يهدروا المشاريع تاعهم، خلوهم يقولوا كلمه في المنزل باش من الفوق ما نخافش عليهم، ما يكونوش الهوى اللي يجي يديهم. اكيد اسس التربيه السليمه والدين الاسلامي يقول ايضا الشدة واللين. نعم. المنع والعطاء أيضا هو تكامل لتربية الأطفال والشباب. أيضا شكرا لمجهودكم اللي تقدموها دائما لخدمة المجتمع وخدمة الشباب وحماية الشباب.